سبب نكسة الإنسان. ليه الإنسان بينتكس يا إخواني؟ ليه الإنسان بينتكس؟ ليه الإنسان يركب هواه ولا يتبع مرضاة مولاه؟ ليه؟ ليه؟ قال ربنا عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ السدى أي من غير قيد ولا رابط ولا جزاء ولا بعث ولا نشور. فالدبة إذا أسديت أي إذا تركت من غير راع، الدبة كده أو الإبل لما يترك لا راعي يرعاها ولا أي شيء، بتهيم على وجهها في الصحراء، تأكل هنا، تشرب من هنا، تنمي هنا، تبرك هنا براحتها. لكن الإنسان يا ترى أيحسب، أيظن؟ الحسبان هنا بمعنى الظن، والظن هنا هو المقارب للحقيقة بمعنى اليقين الاعتقاد. أيعتقد الإنسان أن يترك؟ وهنا الفعل مبني للمجهول والتقدير. أيحسب الإنسان أن يتركه الله سدى؟ أن يتركه الله سدى؟ أيحسب الإنسان؟ الإنسان جنس الإنسان، والمقصود بالإنسان هنا هو العاصي، لأن العاصي غافل عن الله، فهو دائما واقع في هواه. أما أهل الذكر فإنهم يعلمون أنهم مخلوقون للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأعمارهم في الدنيا هي امتثال لأوامر الله عز وجل ونواهيه، فيكون حيث يؤمر ولا يوجد حيث ينهى عنه ويزجر، ده العبد أهل الذكر. أما أهل الغفلة والمعصية فإنهم يظنون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحي. هم يومين نأخذهم بالطول ولا بالعرض، هي حياة واحدة وميتة واحدة، ونمتع نفسنا بالحياة وخلاص. احنا لسه شباب صغير، لا شبنا ولا اتجوزنا ولا خلفنا. يا سيدي لما نكبر ونتجوز ونتبسط نبقى ناس نصلي ونروح المساجد ونحضر الدروس ونلتزم، ومش كده وبس، نطلق اللحى ونقصر الثياب ونبقى مشايخ بس لما نكبر. إياك والتسويف، إياك والتسويف، فإن التسويف أهلك ناسا كثير. يقال بأن أحد شعراء العرب كان يسمى الأعشى، والأعشى ده سمي بذلك لأنه لا يبصر بعينيه، ولا أبصر يبقى طشاش كده. العجيب أن الأعشى ده في معركة ذي قار وصف المعركة كأنه يراها بعينه. ما هم الشعراء دول ما شاء الله، تقول له الوصف يبدأ إيه يتخيله ويقول الإيه الشعر على الوصف، زي الراجل الذي يصيب الناس بالعين على الوصف. قلت لكم القصة دي من قبل. فهذا الأعشى سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو من بني شيبان، بني شيبان في أقصى المشرق من بلاد العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم في يثرب في المدينة على ساكنها الصلاة والسلام، وهذا في غرب الجزيرة. فأتى إليه مسافرا من شرق الجزيرة إلى غربها، في الطريق هيمر على مين؟ على أهل مكة، على مكة، هم عارفينه. لفين انت رايح فين يا أخي بني شيبان؟
اللغم إلى ذلك الرجل الذي يزعم أنه رسول الله؟ قالوا له إنه يسفه أحلامنا ويشتم آلهتنا. قال نعم ما يصنع. بالفعل إحنا بنقعد نصنع تماثيل ونعبدها، أيوة تستاهل الشتم والسب والحاجات دي كلها. إنه يأمر بألا نئذ البنات. قال نعم ما يأمر، نعم ما يأمر، فالذي خلق الذكر خلق الأنثى. الله، هو واحد يقدر يعني يختار المولود؟ من ذا الذي يستطيع أن يختار المولود؟ لا أحد، لا أحد يستطيع. قعدوا معاه لغاية لما قالوا له إن صاحبك ينهى عن شرب الخمر. الذي قال أرجع لعامي فأشرب حتى أرتوي ثم أتي. هو بقى الرجل ده راجل خمرجي وحياته كلها على الإيه؟ على الخمرة، حياته كلها الخمر، ومن عادتي إن هو يصدر أشعاره كلها بالإيه؟ بالخمر. ودي سنة عربية حتى تسمى هذه الأشعار في الخمر بالخمريات. العرب كانوا يعشقون الخمر بكل أنواعها، وصفوها أوصاف كتيرة ومدحوها مدح كتير جدا. يعني لا أظن أن شيء حظى باهتمام العربي أكثر من الخمر. ولذلك لما قالوا له الخمر قال لهم لا، أرجع بقى أشرب كل يوم برميلين ثلاثة خمر لغاية لما أرتوي خمر، أتعصر خمر كده، وبعد كده أجي له بقى. لو قال حرام يعني إيه أخذت حظ. فرجع الرجل فمات، مات على الشرك. ما الذي صدفه عن الإسلام؟ هواه اللي صده يعني الدخول في الإسلام، هو يعلم أنه رسول الله وكل شيء، ولكن لم يسلم. بسبب ماذا؟ بسبب هواه، بسبب هواه. قال لك لا، خلينا أعيش في الدنيا يومين حلوين أبرطع فيهم قبل ما أدخل الإسلام. تا الإسلام ده عامل زي الزراير، يجوز لا يجوز، هذا جاز مع الكراهة، هذه كراهة، مش زراير. قبل ما أدخل بقى الإسلام بالزراير دي خلينا أبرطع الأول شوي، أشنكش الأول شوي. الرجل رجع فلم يرجع، رجع إلى الكفر فلم يرجع إلى الإسلام. هو الإنسان بيظن أن الذي أوجده لن يسأله ولن يحاسبه؟ لا، ده مسألة المفترض تكون قضية منتهية. لو أن رجلا اشترى عبدا، هل يترك عبده هكذا من غير أمر ولا نهي، ولا لابد يأمر وينهاه؟ سبحان الله، أنت لو جبت واحد يشتغل عندك في البيت، تجيبه في البيت وتسيبه، ولا تقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا وبعدين ما تعملش كذا ولا كذا ولا كذا؟ هو ده الوضع الطبيعي. فربنا خلقنا، هل يتركنا ربنا عز وجل سدى، أي من غير قيد ولا رابط ولا ضابط، وهملا من غير جزاء ولا حساب؟ أيحسب الإنسان، أيظن، أيعتقد، أيحسب الإنسان أن يترك، أن يتركه ربه عز وجل الذي أوجده وخلقه سدى من غير سؤال ولا حساب وغير ذلك؟